مشاهدينا السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك لباس. في البداية أعتذر لمشاهدينا لكل من ينتظر حلقة اليوم عن هذا التأخير لأسباب فنية. طبعا نبدأ بالموضوع وطرح هذا الموضوع بعجالة حتى نسمح لضيفتنا أن تشرح لنا ونعالج هذه المشكلة سوية. سنتحدث اليوم مشاهدينا عن المشاكل الزوجية وتأثيرها على تربية الأطفال. جميع الأسر تعاني من حين لآخر من المشاكل والمشاحنات بين الأزواج، ومن الصعب إخفاء هذه المشاحنات عن الأبناء، وعادة ما يلتقط الأبناء هذه الخلافات وللأسف تؤثر تأثيرا سلبيا شديدا على أكثر الأطفال، وقد يمتد هذا التأثير ويستمر مع الطفل في حياته المستقبلية. الأخصائيون يعتبرون أن الخلافات مسألة صحية في بعض الأحيان، لأن الطفل يتعلم بأن بعد الخلاف دائما هناك تصالح والخلافات لن تستمر، بينما ينصح بعض المختصين بضرورة إبعاد الأطفال عن الشجار والمشاحنات والسيطرة على الغضب حتى لا تؤثر بشكل سلبي على نفسية الطفل وتربيته ومستقبله وعلاقته مع الآخرين. اليوم مشاهدينا معنا ضيفتنا اللي ننتظرها دائما وتنتظروها باستمرار طبعا، السيدة سناء عيسى، مؤسسة التربية بالحب للتدريب والاستشارات. أهلا وسهلا بك، شرفتينا. أهلا فيك يا حبيبتي وجدان. في البداية نعتذر لمشاهدينك ومشاهدينا أيضا عن هذا التأخير الفني. تفضل يا عزيزتي. إن شاء الله خير. يعني أنا كنت جاي معي حكي كتير، أقول بدي حلقتين ثلاث، هلا راح إشي من الحلقة لا إن شاء الله في حلقات مستمرة. الله يبارك لنا بالوقت يا إن شاء الله. تفضل. بصراحة الموضوع كتير شيق وكتير إحنا بحاجته، فبالبداية راح أبدأ برسالة للأباء إذا بتسمحوا لي عن طريق شاشتكم الجميلة. شكرا. لأنه في هاي الأيام في وعي، وفي ما شاء الله ناس كتير عم تشتغل، في ناس كتير عم بتدرب، في ناس كتير عم تكتب، في كتب كتير عن التربية، ففي كتير وعي هاي الأيام. بس منلاحظ أنه العرب الفئة الأكبر المهتمة بهذا الوعي هم الأمهات أكثر من الأباء. هلأ الأباء الله يرضى عليهم، مش بس أنه هم يعني أغلبهم مو مهتمين يحضروا دورة أو يقرأوا كتاب، لكن اللي بدي أوجهه رسالة لهم أنه إذا حضرتك يعني مو مهتم تقرأ، أو ما عندك وقت، أو ما عندك استعداد، أو ما عندك قدرة، لا تقرأ ولا تحضر دورة. بس على الأقل ادعم زوجتك اللي هي أم أولادك، أو إذا ما بتقدر تدعمها اتركها في حالها. لأنه أغلب الأمهات اللي بيدخلوا معي دورات بيواجهوا صعوبة كبيرة مع أزواجهم. في البداية بيمانعوا حضور الدورة وبيستخفوا في أهمية الدورة، فلازم تشتغل كتير لتقنعه أنه يقبل يعطيها فلوس تشارك بالدورة. وفي البعض بيسمح لها على طول تشارك، لكن بيصير أعدلها من أول يومها دخلتي دورة ومش شايف تغيير، مش شايف أي نتيجة. وين اللي حضر الدورة بالغضب؟ بشوفك عصبتي. وين اللي حضر الدورة عن الأمومة؟ بشوفك هيك بتعملي. فبصير يحسسها بضغط كبير. وفي اللي بينتقدها بشكل لاذع بس لأنها حضرت الدورة، حضرتي دورة وما شفنا منك إشي. فبيصير أصلا يعني لو كان بالأول ما بينتقدها بيصير ينتقدها أكثر. فهذا الشيء يعني بصراحة يعني مزعج جدا، وبيخلي الأم يعني لو كانت حتستفيد استفادتها راح تكون كتير محدودة، لأنه ما في دعم. يعني إحنا كلياتنا بنحتاج لدعم، كلياتنا بنحتاج لتشجيع. فإذا أنت مش قادر أنك أنت تشجع زوجتك وسمحت لها تحضر دورة، على الأقل يعني قل خيرا أو لتصمت زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الأفضل أنك تشجعها، ما تحسسها أنه أنت بتستنى، لأنه التغيير مش سهل، تغيير السلوك مش سهل، بيحتاج وقت وبيأخذ وقت، وهي عم تتعب، عم تحط من وقتها لتحضر، عم بتحط من طاقتها وجهدها لتطبق. فهاي رسالة لكل الأباء، رجاء ادخلوا على الصفحات وعلى الكتب وعلى اليوتيوب وثقفوا أنفسكم. واللي ما عنده وقت اسمع من زوجتك، لو اجت قالت لك انا حضرت انا قرات، واللي ما بده فرجاء ما تنتقدوهم لهي الدرجه. يعني احنا عم نعاني، يعني احنا طالعين اليوم بنقول قد ايه مشاكل الازواج بتاثر على الاطفال، بس الام عم بتحاول تغير، عم بتحاول تحد من هاي المشاكل اللي بتاثر على الاطفال، وذلك من خلال مشاركتها في هذه الدورات يعني حتى تتعلم. وبتابعوني على التلفزيون وبتابعوا غيري، وما شاء الله كتار صرنا اللي بنحكي بالتربيه، وكتار صرنا اللي يعني صحيح. ما شاء الله الاذاعات كمان مشكوره، الفضائيات ما عم يعني عم تسلط الضوء بشكل كبير على هذا الموضوع. كل يوم في مستضيفين ناس، مستضيفين اخصائيين، اليوتيوب مليان.
فالزوج اذا انت هالقد يعني مش قادر انك انت تتابع، فرجاء رجاء كل ام اليوم عم تسمعني تودي هذا التسجيل لزوجها، وتودي هذا الرجاء انه ما تستخفف الكلمات هاي. يعني انت يمكن لحظتها ما بتكون قاصد، يمكن مش حاطه في بالك لهالدرجه، زي لما الاخ يوجه لاخته كلام. يعني احنا النساء حساسات، وبالذات لازواجنا، يعني بنحب زوجي يشجعني، بحب يشوفني اني انا عم بقدم، بحب يقدر تعبي، بحب يقدر جهدي ولا ينتقدك وما ينتقد. يعني اذا شفت شيء بسيط تحسن اثني عليه، خليها تستمر، على الاقل امسك لها اولادها وهي عم تحضر الدوره. اذا كانت الدوره اونلاين ساعدها، امسك الطفل لبين ما هي تحضر الدوره. وفي بيعملوا هيك، وفي بيشجعوا، وفي بيستجيبوا للي احنا بندربه، بتشاركوا الزوجه. جميل. وما شاء الله بيصير في كتير نتيجه حلوه، بس الاغلب لا. فعشان هيك اليوم من شاشتكم هذه اول شيء بحب ابدا فيه، انه رجاء حار من الاباء انهم صار الحان الوقت انهم يعني يتخلوا عن عدم المسؤوليه وعن هالنزعه هاي اللي عندهم، ونتنازل نحضر محاضره او نحضر دوره او نشارك في شيء. يعني وان شاء الله يكون يا رجال، يعني هذا بالعكس ينعكس على الاسره بالخير وبالنجاح. أكيد. يعني ان شاء الله يكون والمشاكل بتقل كمان. يعني المشاكل بتقل والمنحرات والنقاشات الحاده بين الزوج وزوجته. الشغله الثانيه بس اذا بتسمحي لي اعلق على المقدمه اللي حطيتيها، اذا المشاكل بتاثر على الاطفال صحية ولا مش صحية؟ أنا بعتبرها صحية. أنا بعتبر إنه إحنا، أو بآمن إنه إحنا ما بنقدر نمنع، وهو هذا الواقع، الأشياء السلبية تحصل لأطفالنا. أوكي؟ لكن مسألة إنه الطفل يمر في ظروف صعبة أو سلبية بيختلف، إنه يمر في هاي الظروف ويترك أو يمر في هاي الظروف ويعالج. هاي هي اللي بتفرق. ما بنقدر نحمي الطفل انه يتعرض لاي تنمر او بولينج او صراخ او عقاب او مشاكل، سواء في البيت او في المدرسه او في الشارع او في العمل لما يكبر. لكن اذا الطفل تم معالجه هذا الامر، بمعنى اذا صار في عنده خوف او ضيق او حزن او شعر بالذنب انه هو السبب في مشاكل اهله، بعد ما اهله يروقوا، إذا قدروا يجوا يحكوا للطفل، يحنحنوا عليه، يحضنوا، يفهموا أنه أنت ما لكش دخل، أنه إحنا نرفزنا. وكمان شغلة كتير أساسية ممكن برضو حلو نذكرها من البداية، أنه معلش نتمشكل قدام أولادنا، بس ما يكون طبعا شيء كتير عنيف. يعني مش هو عم بضرب في أمه ولا بهينها، يعني صراخ قذرة قدامهم، بس إحنا بنحكي على الشجرات المناقرات اليومية. يعني مش مشكلة لو تنقرنا قدام أولادنا، بس نتصالح قدامهم. هذا اللي بيعلم الطفل انه الزواج امن، اني انا لو صار في مشكله بقدر احلها. بنلاقي اطفال او يعني اشخاص هلا في عمر الزواج مو كثير متشجعين ومتحمسين للزواج بسبب المشاكل اللي بيشوفوها في الزواج، سواء من اهلهم او من اخت كبيره تزوجت او اخ كبير تزوج. عرفتي كيف؟ فاحنا كثير بنخطئ العرب انه احنا في عندنا خجل زياده عن اللزوم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وسنتنا كثير واضحه، انه شو يشوف الطفل من الاهل وشو ما يشوف. المفروض انه يستأذن لما بيدخلوا على غرفة النوم بالليل، المفروض انه نفرق بينهم بالمضاجع، المفروض انهم ما يشوفوا العورات، او يعني عرفتي كيف؟ بس غير هيك ما في ما في تقييد. فمش غلط لو الاب يحضن الام قدام الاطفال ويحكي لها بتعرفي والله كنت معصب، معلش يعني حقك علي، كلام حلو، الله يعطيك العافيه حبيبتي كذا. احنا بنقول بعد المشكله، يعني خلينا نقول كانوا بدهم يطلعوا مشوار واختلفوا وتزعلوا، وهي زعلت وهو زعل والتغى المشوار والاولاد تنكدوا، بس بعد شوي قومي سوي كاسه شاي، فبتقوم هي منتعضه انها لازم ترد عليه، او انه هي مضطره خلاص تطبخ الغداء، او بيكملوا الحياه عادي من دون they don't make up. الميكنج اب هو هذا اللي ضروري الاطفال يشوفوه. يعني فرجتوهم من السلبي، فرجوهم من الايجابي. عرفتي كيف؟ او اذا لقينا حالنا عم بتزيد المشكله والاولاد قاعدين، ممكن اطلع ابني واتبسم له، ولا شايف ابوك شايف بيستفزني، استغفر الله العظيم، انا ما مش جاعبه لي استفز اليوم. يعني في طريقه انه احنا نشرك الاولاد من دون ما ناثر عليهم بشكل نفسي يحطم او يدمر النفسيه. امتى الطفل المشاكل بتتسبب له يعني دمار نفسي، بمعنى انه هو ممكن ثقته بنفسه تهتز، ثقته انه العالم امن حواليه يهتز، ممكن انه ياثر على تفاعله مع الناس واقامه علاقات مع الاخر، ممكن هذا كله ياثر، ممكن تسوي له عقد، يصير يخاف يحكي لانه شاف بس امه تحكي، ابوه بيكون متسلط كثير، فالبنت ممكن تصير تخاف انها تعبر عن نفسها، او ممكن تاثر على الشاب انه هو يكون عدائي مثل ما ابوه كان عدائي، او
انه يصير العكس لما يتزوج يصير ما يحب يقول لمرته لا، خوف انه يجرحها مثل ما كان يشوف امها بتنجرح. يعني له احنا مشاكل عاطفيه، يعني احنا لسه المشاكل ما عندنا، نحكي عن مشكله والطفل عمره 8 سنين و10 سنين، انا لسه بدي اخذ الاهل اليوم للمستقبل. نعم. انه كيف ممكن هالمشاكل هاي تاثر في الحياه واحنا عايشينها في المستقبل. صح. فعشان ما يصير هذا الشيء على الاقل خلوا الاطفال يشوفوكم وانتم بتتصالحوا، وخلوا الاطفال يعرفوا انه هم ما لهم ذنب. وانه انا شو كنت اقول لاولادي هم صغار؟ مش انت واخوك بتلعبوا بعدين بتتزاعلوا وبترجعوا بتتصالحوا وبترجعوا تحبوا بعض؟ كيف حسيت لما زعلت من اخوك؟ نفسك يخلص يبطل في هالحياة يعني، يقول اه، قلت له بابا وماما نفس الشيء بتقاتلوا بعدين بتصالحوا. ففهموا الطفل انه اتس اوكي، انتوا سيف، انتوا لساتكم بامان. هذا الرساله اللي لازم توصل للطفل. عرفتي كيف؟ غالب الاهل الطوشه الكبيره، المشكله الكبيره، المشاجره الكبيره بتصير في الغرف القعده، والصلح بيصير بغرفه النوم. والاطفال بيضلوا هم بيشوفوا كل شيء، الزعزعه اللي صارت لهم والخوف اللي صار لهم والاشياء اللي هم حسب كل طفل شو حساسيته، كيف ترجم الموقف، شو المعتقدات، شو القرارات اللي اخذها في هاي اللحظه. يعني اذا الاهل بتمشكلوا على الفلوس ودائما في عندهم مشكله بالفلوس، فالطفل ان شاء الله عمره 3 سنين ممكن ياخذ قرار لما يكبر يصير بالعشرين ولا بالثلاثين يضل عنده مشكلة أنه مش قادر يكسب فلوس. ليش؟ لأنه كان أهله دائما عندهم مشكلة بالفلوس، فأخذ قرار أن هالفلوس شيء بيأذي، بيخلي الناس ما تحب بعض. نعم. فبصير عنده مشكلة في أنه يكسب، بصير عنده مشكلة بالوفرة المالية. ممكن الأهل يتزاعلوا على مشكلة حميمية، أو يسمعوا الأم أنها بتشكي أنت ما بتهتم فيي، أنت ما بتقرب مني، أنت ما بتعمل لي. فالطفل اللي عمره 5 سنين يأخذ قرار أنه إذا أنا بدي أحب الثاني فأنا رح أغلبه لأنه رح أكون متطلب والثاني رح يزعل، فبيأخذوا قرار أنه ما بدي حب يوصل حياتي. هاي أشياء كتير خطيرة بالنسبة للطفل. عشان هيك كتير ضروري ما بنقدر نمنع المشاكل تصير. أنا إنسانة واقعية، صحيح أخصائية نفسية لكني واقعية جدا، فما بدي أقول المشاكل مش راح تصير، أو ما بيصير نتمشكل قدام أولادنا، وما بيصير نحكي قدام أولادنا، وما بيصير نعمل، لأنه بالنهاية إحنا بشر وحنعمل قدام أولادنا ورح نتمشكل قدام أولادنا. لكن نوضح لأولادنا إنه اللي صار سوء تفاهم، اللي صار لحظة زعل، اللي صار كنت مضغوط، اللي صار أني أنا ما بحب هذا الطبع، ذكرت أمكم كذا مرة بس هي بتضل تنسى، والله ينعم الشيطان. اللي صار أنه أنتم ما إلكم ذنب. هاي أهم إشي الأهل يوضحوا لأطفالهم أنه أنتم ما إلكم ذنب. لكن أحياناً في بعض الأهالي أصلاً المشكلة والشجار بيصير عن الأطفال. عرفت كيف؟ بيكون هو بده هيك وهي بدها هيك في التربية. آه، بيصير مشاكل في التربية، فبيصير الشجار بينهم انه مين اللي بده يسيطر، مين اللي بده يفرض رايه، مين الاشطر، مين اللي قادر يعني يربي احسن. صحيح. واحيانا مثلا تلام المراه او حتى الرجل انه اه انت بسبب دلالك الولد فسد مثلا على سبيل المثال. او بالعكس قد تحدث هذه صحيح. الشجارات. صحيح. هو انا يعني كتبت لك الانواع بصراحه. نعم. اللي بشوفها حسب شغلي. مش انواع يعني اخذتها من كتاب او شيء، لكن اللي انا بشوفه في الواقع. اوكي، فانا هحكي لهم على السريع. نعم. معلش ناخذ مكالمه بعدين لانه الاخ عاشور ينتظر منذ مده، وبعدين أوكي. نبدا بالانواع. ناخذ الاخ عاشور. اهلا وسهلا بك، السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والبركة. أهلا وسهلا. أهلا والله وسهلاً. شرفتوا بنا بهذه الحصة هذه. بالصحة الأخت اللي رايت تهضر معك يا أختي. نعم أستاذة سنة. عندها حق، ولكن بالهدرة ثم رايت تهضر على الكيف. نعم. ولكن الكثرة أنت عنسى ما كانش كما الهدرة هذه ما يطبقوهاش كما الدولة كما العرب كيف الدنيا كلات بعضها. الأولاد المرأة تشوف تزوج اليوم تشوف واحد تولي تدير المشاكل، ولو كان عندها 10 ولاد تولي تدير المشاكل على جال المادة الطمع. تولي تدير المشاكل وتروح. طيب خلي الأولاد. أستاذ عاشور، بس بس يمكن هاي المشكلة لا تنطبق على جميع النساء. لا لا يا أختي، علاش؟ احنا عندنا هنا في الدوار نتاعنا مطبقة على جميع النساء، ما كانش منها. احنا الأولاد صح، بس خراني نشوف في البلاد، في عين توتا، في داتنا، في بسكرة، في كل البلاد. يعني شوف النساء هما درك رايحين يوليو يحكموا في كلش، يحكموا في كلش. النساء درك النساء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال النساء وزن النساء، لكن اليوم النساء طلعوا ياسر.
نعم. يعني حاشاك اختي على كل حال وحاشا سمعي راهم طلعوا فوق القانون، ما بقاش برك المراه، المراه اللي نتاع بكري هذا ساخط على المراه. شكرا جزيلا اخ عاشور. يعني ما فيش حدا بيقدر يطلع فوق القانون يعني اكيد يعني ما فهمت شو حكى المراه شو على كل حال انه المراه يعني اصبحت هي اللي تحكم لا لا اللي قالوا بالاول طفل ولا 10 اطفال شو انه المراه بهمها الماده والفلوس ومستعده بعد ما تتجوز 10 سنين تترك اولادها وتترك اولادها عند زوجها وتتطلق. يعني هاي قصص موجوده في مجتمعاتنا حقيقه، ولكن لا يمكن تطبيقها على الجميع. يعني انا ممكن تطلع الان سيده من السيدات، اتمنى عليكم يعني تتصلوا سيداتي الكريمات يعني تدافعوا عن انفسكم. السيدات كمان يعني عندهم ما يقولون في هذه المساله، يعني عرفتي كيف هي مش عارفه ليش الرجل والمراه دائما هيك على عراك مستمر. على كل حال هو زي ما انت قلتي موجوده، فاحنا كمان وقتنا ضيق. بشكر الاخ يعني على مداخلته، وأتصور أنه المرأة اللي بعد 10 سنين زواج وعندها أطفال بدها تترك كل شيء وتطلع، مستحيل إلا يكون في شيء دفعها لهذا الشيء. في سبب، في أسباب. طيب نرجع للأنواع اللي عندنا. في عندنا أهل بيشوف الطفل أنه ما بحس، ما بيستوعب، ما بعرف إشي، فهو كتير صغير، فشو ما بيعملوا قدامه عادي مش مشكلة، ما في احترام لشخصية هذا الطفل، وهذا مش بني آدم، فالمشاكل بتضل قدام هذا الطفل وهم عندهم هذا الشيء عادي. في عندنا أهل أصلا بيشوفوا الطفل عبء وأنه هو مشكلة وانهم لازم يصلحوه، فبصيروا بدهم يتدخلوا فيه وبيقضوها مشاكل مين اللي راح يصلحه اكثر ومين اللي تصليحه اصلا اضبط. في عندنا النوع الثالث، الاهل اللي هم يمكن عاشوا هم نفسهم قسوه وظلم وتقييد، فما بدهم اولاده يعيشوا بنفس الظلم والقسوه، فبروحوا بتساهلوا. هلا لما بتساهلوا بيزيد الوضع سوء، بصير بحسوا كانه الموضوع طلع من بين ايديهم، فبصيروا بعدين بدهم ينفجروا، فبصيروا يوجهوا اتهامات لبعض بسبب اهمالك، شوف بسبب دلالك شوف شو صار، بسببك انت شوف شو صار، فبيعيشوا مشاعر ذنب، وبيعيش الطفل ايضا مشاعر ذنب وكره لنفسه. وفي عندنا النوع الرابع اللي بيكون فيه حزم وقوانين في البيت ومتفقين على الاولاد، بس بين بعضهم الازواج نار الله الموقدة، يعني هم كأب وام ماشي حالهم، بس هم كزوج وزوجة علاقتهم كتير سيئة، فهدول ممكن أطفالهم يعني يعيشوا دائما بمرارة أنه لا أمي وأبوي هيك، نفسي أشوفهم هنيين، نفسي أشوفهم متصالحين، وممكن يكونوا اعتقاد كتير مدمر عن الزواج. في بيكونوا هم متفاهمين ومأحلاهم كزوج وزوجة، لكن كأم وأب مش عارفين يديروا البيت، مش عارفين يهتموا في أولادهم، مش عارفين كيف يعملوا، فبتلاقيهم بيعصبوا كتير، بيعاقبوا كتير، بعدين بيطلعوا يسهروا وبتركوا أولادهم بالبيت لحتى يروقوا عن حالهم من غير اهتمام. فبالتالي الطفل بيحس أنه وجوده مشكلة، وأنه إدارته صعبة، وأنه التعامل معه صعب، فلما يكبر بيسقط هذا الشيء على حياته، أني أنا مشكلة، فبصير وين ما يروح يواجه مشاكل. طبعا احنا هون ما بنحكي شيء قاطع، لانه كل عيله كل طفل حسب نفسيته وحسب كل شيء. اكيد عندنا الاب المتفرج المحاسب اللي هو بس بيعتبر انه انا بشتغل وبجيب فلوس وهي كفايه، بيعمل واجبه فما بتدخل، لكن من بعيد بيرمي كلام، من بعيد بينتقد، بصير يقول للام تربيتك واولادك وخربتي وعملتي، فهذا الشيء بيهد حيلها للأم وبيحسسها بمسؤولية كبيرة، بيحسسها بخوف، فهي بالتالي بتنفجر على أولادها وبصير تسقط عليهم عصبيتها. في عنا الأب الحشري اللي هو ما بيخليهم يتنفسوا، كتير صارم، يعني كل شيء بده إياه حسب، متسلط يعني بعلم النفس بيسموه، أنا حبيت أسميه حشري، فهو منكد عيشة مرته يعني ولادته، فهي بتضطر انها تسايره، فبالتالي الاطفال بيعيشوا بتقييد وبعض الحرمان لانه لازم هو يوافق على كل شيء، فبيفتقدوا التعبير عن انفسهم. يعني انا هون حاولت اجيب لك المشاكل كيف بتاثر بطريقه واقعيه وعمليه. وفي الام اللي بتكره زوجها وبتكره عيشتها معه، يعني هي مش متفقه معه، ما بتحبه، فبتعتبر أولادها هم سبب تعاستها، فلا شعوريا هم بيعيشوا بذنب أمهم، إنه لولاكم كان زمان اتطلقت، لولاكم كان معشتش بهالغربة، لولاكم كان معملتش هيك، فهدول بيحسوا بذنب إنهم أصلا إجوا على الدنيا. وفي الأم الضحية، يعني زوجها كتير عصبي وعنفه لفظي أو عنفه جسدي، فهي ما عندها مهارات، مسكين، ما بتقدر تدير بالها على حالها، فبتحاول إنها إيش تتأقلم وتساير وتسكت حتى إنه تكمل. فالأطفال بيصيروا يتمرجحوا بين أنهم بيشوفوا الأم منكسرة ومهانة، وبيشوفوا الأب غضوب وما متصلت، في مين بيعطيهم وقت واهتمام. الأم مكتئبة والأب غضوب، فبيضيعوا هدول الأهل. هاي كلها أشكال لمشاكل جوهرها واحد، هم موجودة
عدم الوعي بالذات، انه احنا كازواج مش واعيين بذاتنا، ما في عندنا مهارات او حتى انعدام المهارات، نقص معلومات او معلومات خاطئه. يعني يا اما ما عم نقرا ونتثقف، او عندنا قناعات خاطئه عن الزواج. فبتلاقي الرجل قناعاته انها الام دورها 1 2 3، المراه قناعتها كذا، فهي بتكون وبتفاجئوا لما يتجوزوا. نعم وبتكون هذا. سنتحدث عن هذا الموضوع، لكن اسمحي لي اخذ اتصال من الجزائر. معي الاخ ناصر. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا بك اخ ناصر، تفضل. تفضل. للاسف انقطع الاتصال واطلنا عليك، ربما إذا في إمكان تتصل فينا مرة أخرى لو سمحت. طيب، تحدثنا عن المرأة، وربما من كلامك قد يفهم بعض الرجال أنه نحن ندافع عن المرأة أكثر من الرجل، ولكن هم الاثنين في دوامة واحدة. صحيح. هناك بعض، أنا الرسالة اللي وجهتها يعني هي بتخص تحديدا اللي أنا بشوفه بشغلي، أنه الأمهات بيحاولوا، يعني بتلاقي في مشاكل في حياتها فبتحاول تدخل دورة لتحسن، فالزوج بينتقد، فهي كانت محددة أنه أنت إذا زوجتك دخلت دورة رجاء ما تنتقدها، ويعني استسمحت قناة المغربية تسمح لي أوديها النداء. نعم. لكن هي ما كانت يعني ضد الرجل أو تحيز للمرأة. نعم. هي كانت شيء يعني محدد. نعم. يعني هناك من الرجال من يعتبرون أن المرأة استغلالية، يعني مصلحجية، هدفها المال كذا، حتى عند الانفصال دائما تطلب تعويض أو مبلغ من المال. هل بالفعل المرأة تحتاج إلى ذلك، أم تحتاج إلى أمور أخرى بسيطة جدا قد لا يعيها الرجل أو يفهمها؟ أوكي، سؤال كتير ممتاز. وأنا حضرت لكم صراحة اليوم موضوع عن بنسميه في علم النفس Transactional Analysis، وفي صور عن وفي صور. فإذا بنشوف الصورة الأولى اللي إحنا محضرينها، بس لنشرح الإيجو ستيت، ففي عنا إحنا شيء كتير بيأثر في العيلة وفي الفاميلي دايناميك. واحدة من الصور، واحدة من الصور. أوكي، أعطينا الملونة بالأول. الملونة. نعم. أيوة. أيوة. ففي عنا هدول الإيجو ستيت اللي هم البارنت والأدلت والتشايلد، اللي هم الأهل والراشد والطفل. ففي عنا حالة الأهل بنقصد فيها هي التفاعلات اللي إحنا كسبناها من أهالينا، أو الأشياء اللي تعلمناها من البيئة اللي إحنا فيها، فمنحكي أو منتصرف في حالة الأهل. حالة الأهل إما أن إحنا نكون انتقاديين، الأهل الناقدين اللي دائما كانوا ينتقدوا الطفل، ليش تعمل، ليش كبيت المي، ليش لبست هيك، ليش أكلت هيك، ليش مش مخلص صحنك، ليش ما بتعمل، ليش كذا. ممكن نشوفها بليز. فبصير عندنا الأهل الناقدين، أو الأهل النيرتشرز اللي هم اللي الراعيين، اللي هم حنونين، اللي هم مهتمين في الطفل. لكن الحالة هاي ممكن يكون فيها سلبي وإيجابي، والناقد ممكن يكون فيه سلبي وإيجابي. فمثلا الأهل اللي هم nurturers parent اللي هم بيهتموا في الطفل، ممكن الاهتمام يكون فعلا إيجابي وفعال، لكن ممكن يزيد عن حده ويقلب لدلال وتساهل فيخرب الطفل. أوكي، فعنا بعدين الأدلت. الأدلت هي الحالة اللي هي run now، اللي هي الآن، أنا ككبيرة كراشدة، أنت وجدان، حالتنا هلأ وإحنا بنحكي مع بعض، هاي حالة الراشد، اللي هي بالعادة بتكون أني أنا عم بستخدم اللغة، عم بحكي، عم بعبر عن نفسي، عم بحلل، عم بفهم، عم بستوعب، هي هاي حالة الراشد. وعندنا حالة الطفل اللي هي برضو تنقسم لنوعين، free child و adaptable child. فالطفل اللي هو بيتأقلم، أو الطفل الحر. الطفل اللي بيتأقلم برضو عندنا نوعين، اللي هو negative adaptable child أو rebellious child. يعني ممكن الطفل المنسحب الضعيف اللي بتأقلم خلص ما بطلع له صوت، أو العنيد اللي بيجاكر واللي بيقاوم الأهل. وعندنا الطفل الحر برضو نوعين، الحر اللي بيكون كرياتيف، يعني مبدع، بيفكر، عنده حرية، منطلق. وعندنا الحر اللي هو بيكون كتير طايش وزي قطار وماشي ومش سائل عن إشي. أوكي. نعم. هلأ كيف هاي الحالات، إذا بس من رجع الصورة خلي بس الأهل يستوعب الفكرة معي، كيف هاي الحالات بتأثر علينا؟ ممكن في تفاعلنا مع بعض، السؤال اللي أنت هلأ سألتيني إياه، إنها الأم بتشعر بالاستغلال، هذا شعور ممكن يكون في أي حالة، أنا بكون في أي حالة وأنا حاسة هذا الشعور، أنا بكون في حالة الطفل. أوكي؟ الزوج لما يشعر انه انت دائما بتكوني بتسوي حالك مظلومه وانت بدك تاخذي كل شيء، هو برضه في حاله الطفل. فعندنا هون الترانزاكشن، هي ليش اسمها ترانزاكشن اساس، اللي هي التفاعل، ترانزاكشن بينهم، يعني التفاعل اللي عم بيصير بينهم هو بين طفل وطفل، لكن هذا طفل ادابتبل وهذا طفل ريبليس، عنيد. عرفتي كيف؟ فعنيد ضعيف وعنيد
ريبليس هذا، فبصير احنا ما عم نحكي مع بعض على مستوى الراشد. يعني احنا اللي مبين على الساحه، اذا ننتقل للصوره اللي بعدها اللي حطها اول شيء، اللي مبين للناس انه احنا راشد مع راشد عم نحكي، اللي هي السوشيال مسج. نعم. اللي مبين في المجتمع انه احنا بنحكي سوشيال مسج، ولكن السلوك سلوك اطفال. سايكولوجيكال مسج على المستوى النفسي، احنا اطفال بنتفاعل مع بعض وقاعدين بنتناقر. هلا اذا بنشوف الصوره اللي بعدها، في عندنا هون اذا شايفين السهم رايح من البي للسي، من البيرنت للتشايلد، من الاهل للطفل، ورايح برضه من الاهل للطفل في الجهه المعاكسه. هاي بنسميها كروس اناليسز، وبعدين بيصير فيها السويتش. راح اعطيكي مثال. بيجي اللي في حاله البيرنت، خلينا نقول وحده اسمها مي، اجت لزوجها اسمه عبد الرحمن، فمي بتقول له انا مش عارف شو اعمل، صار معي مشكله 1 2 3. عبد الرحمن بيقول لها طب جربي هيك، بتقول له لا لا ما بنفع. طب شو رايك تعملي هيك؟ لا 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 ما بنفع. طب جرب، طيب ليش ما تعملي هيك؟ لا لا ما بنفع. بعدين بيقول لها طب، يعني ما ضلش عنده حلول، حاول يساعد. فهي بتقول له شكرا على المساعده على كل حال. هون شو اللي صار؟ هي كانت في حاله الـ 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 الاهل اللي هم هي كانت في حالة الأهل وجاي تطلب مساعدة منه، فهو صار في حالة الأهل اللي هم بيحاولوا يقدموا المساعدة النيرتشرين. فهي ما حبت هذا الشيء، انتقلت لكريتيكال بيرنت، للأهل الناقدين إنه شكرا على المساعدة. فلما انتقلت لكريتيكال بيرنت للنقد، هو نزل للأطفال، للطفل الضعيف. نعم. يعني هي كانت سوري كانت في الأول هيلبلس تشايلد، هي كانت في الأول ضعيفة، طفل ضعيف بده حل، هو صار يعطيها نصائح، فهي طلعت للبيرنت الانتقادي. نعم. فنزلته للطفل الضعيف. لما يصير كروس ترانزاكشن احنا هون بصير تصادم. نعم. هون بصير تصادم. سنتحدث عن هذا الموضوع، لكن اسمحي لي اخذ هناك اتصالات عديده. نبدا بالاخ ناصر من الجزائر، اهلا وسهلا بك، وعذرا قطع الخط من قبل شوي، رجع انقطع الخط مره ثانيه، اسفه. اتصال من نور الدين من فرنسا. نور الدين من فرنسا، السلام عليكم. اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله. اهلا وسهلا بحضرتك. وعليكم السلام، تفضل. بالنسبه للاطفال يا اختي، كذلك العرب احنا كذلك ما عندهم اهتمام بالاولاد. نعم. هذا لاحظت في المغرب العربي، مثلا في البلدان العربيه. نعم. وبلاد الاوروبيين، فالاوروبيين يعني كيفاه يعني ربوا اولادهم. عجيب. حتى الاجداد عندما يدوا العطله، عندما يدوا العطله. نعم. فالاجداد يعطون يدوا الاولاد عندهم، حتى في التربيه، في كل حاجه. الاجداد الاباء الام، انظر هنا اوروبا، اولادنا احنا في اوروبا 80% في المخدرات وفي السجون. وعلى ذلك أوروبا يعني الثقافة والحضارة وكل الإمكانيات، يعني حتى في الرياضيات. نعم. أي الرياضة يعني، وصبحوا إحنا بعادين على التربية الأولاد تماما. نعم. سواء التربية الدينية أو سواء التربية المدنية. نعم. فهذا فما عندنا حتى اهتمام بالأولاد. نعم. شكرا. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاثه، ومنهم ولد صالح يدعو له. نعم. نعم. فهذا خرج الاولاد، سبحان الله، انظر لولاد اوروبا عندنا يعني. نعم. في بلاد حضاره مقدمه، كل اللي ما نجحش في المدرسه ينجح في الرياضيات. نعم. وصلت فكرتك، اشكرك شكرا جزيلا الاخ نور الدين. معي اتصال من لندن، الاخ نبيل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. انا اشتغل هنا في لندن مع المجتمع العربي والاسلامي. نعم. ولاحظت في الاسر الاسلاميه والعربيه عندهم عقد نفسيه، يتكلموا على لما الطفل يكون مربي في اسره تستعمل المخدرات. نعم. وتؤثر على في التربيه تاعه. نعم. كاين عقد كبيره في المجتمع العربي، هي ممكن تكون تقليديه، لا يتكلمون على المشكل
والطفل يتأثر بالأخلاق تاع المخدرات. ما هي النصيحة للأخت قد تقدمها لهذا المجتمع؟ شكرا جزيلا. شكرا. أخ نبيل على مشاركتك معنا. إذن من خلال عمله وتجربته هناك عقد نفسية واجتماعية كثيرة بين أبناء الجالية المسلمة في بريطانيا، وهي موجودة أعتقد في كل المجتمعات، ولكن ربما الضغط على أبناء الجالية أكبر لأنه في مجتمعين. بس عن المخدرات؟ الطفل اللي يكبر وينشأ في عائلة يعني متعاطية مخدرات كالأب أو الأم، أحيانا يحدث نوع من العنف أيضا والضرب والإهانة للأم، ويتأثر الطفل بشكل أو بآخر. صحيح أكيد. بس هو هذا موضوع يعني لحاله بده أكيد. شرح طويل أكيد. بس شو بنصح الأهل إذا الطفل صار يتعاطى مخدرات؟ يمكن هو قصده مش إذا الأهل بتعاطوا، لأنه كيف بدنا نصح الأهل إذا هم بتعاطوا أصلا يعني؟ يعني إذا بتعاطوا إلى أي مدى تأثيرها على الطفل وتربية الطفل ونشأته يعني؟ أكيد هلا الشخص اللي بيكون يتعاطى مخدرات يعني ما بيكون في وعيه، يعني ما بيكون أهل المتواجد عاطفيا ونفسيا، وأصلا بتكون فلوسه رايحة على المخدرات، فما بيكون أصلا موفر الحاجات الأساسية للطفل. نعم. من المأوى والمأكل والمشرب وكذا، فأكيد الطفل يعني راح يكبر ما يحس بالأمان، بيكون في عنده أنكزايتي بشكل كتير كبير، أكيد راح يطلع ويحس إنه بالخزي كتير الشيم. فهدول الأطفال بيكبروا في عندهم شيم، في عندهم أنكزايتي، في عندهم يعني هاي لحالها الشيم والأنكزايتي رح تحد من حياتهم كتير. بضلوا يحسوا أنه هم يعني زي كأنهم عاملين شيء بيجلب العار، فما بيكونوا كتير منفتحين على المجتمع، ما بيكون كتير في عندهم ثقة بالنفس. من المشاكل كمان أنه الطفل بتحول لأهل، بصير هو اللي يأخذ باله من أهله، لأنه أهله بيكونوا في حالة يعني مش كتير يكبر قبل أوان، فبيضطر الطفل أنه هو يأخذ باله من أخوته الأصغر منه، أو يأخذ باله من حاله، أو يأخذ باله حتى من أهله. فبينشأ وبيكبر هو ما أخذ حاجاته الأساسية من الحب والاهتمام والحنان والرعاية والتقدير وهي الأشياء. فبالتالي العواقب بتكون يعني حسب كل شخص كيف واجه، بس أكيد ما بتكون يعني ما بتكون منيحة. نعود إلى الصور اللي تحدثنا عنها وعن موضوع الاشتباك، كيف يحدث بين الرجل والمرأة داخل البيت. أوكي. يعني فبس بدي أوضح أنها المرأة كانت في حالة الطفل الضعيف، أنه هي محتاجة مساعدة، الزوج حاول يعطيها مساعدة النصائح، فهي هون طلعت لحالة الأهل الناقدين. نعم. فراحت نزلته هو للطفل الضعيف. لما تصير هاي الكروس، لا مش هاي الثانية اللي زي الضرب، بنسميها كروس ترانزاكشن، بصير تصادم بين الأهل. هلا الأم شو كانت بدها؟ كانت بدها اهتمام وتقدير. الزوجة كانت تحكي مع زوجها عن مشاكلها، كانت بدها اهتمام وتقدير. اهتمام منه يعني. اهتمام وتقدير منه. لما ما لقت الاهتمام والتقدير، فصار في عندها ردة فعل إنه أنت عاد بتنصح، يعني بدك تورجيني إنك أنت أشطر مني وما أعطيتني اللي بدي إياه، فأنا كمان طبعا هذا بيصير باللا شعور، يعني هي مش قاعدة بتتعمد. يعني المشاهدين لازم يعرفوا إنه هذا الشيء بيصير unconsciously، يعني في اللا شعور. فهي بتروح، لأن المرأة بطبيعتها تحتاج إلى الحنان والحب، حتى الرجل بيحتاج، كلنا بنحتاج، ما في عدم بيحتاج حب. فهي بتروح وبتتحول للكريتيكال بيرنت، فبتنزله للطفل الضعيف، فهون زي كأنها يعني بدها تصير هي اللي بتضطهد أو هي الظالمة، بدل ما كانت هي في دور الضحية. عرفتي كيف؟ فهاي الترانزاكشن بتحصل تصادم، لكن ممكن ترانزاكشن تانية يكون حدا في حالة الأهل وحدا في حالة الطفل، ومنضل أهل وطفل. الصورة لو سمحتوا. منضل أهل ثانية. منضل أهل وطفل على طول، فبتلاقي إنه ما بنطلع من المشكلة، ما بنلاقي حل. عرفتي كيف؟ يعني ما بيصير كتير تصادم، لكن ممكن نضل نحكي مع بعض. أيوة، بدور الطفل وبدور الأهل. فممكن واحدة مثلا زوجها جاي على البيت، خلينا نعطي مثال سيء للزوجة عشان الرجال بس ما يزعلوا منا، فهو بيجي بيجيب أغراض البيت، أنت ناسي اللبن كم مرة يا الله، دائما لازم تنسى إشي، كل ما منوديك أنا ما بعرف أركن عليك، أنا ما بقدر أركن عليك، بكرة العزومة، طب هلأ لازم نروح على مش عارف إيش. فهون هي بتكون بدور الأم الناقدة، اللي قلنا الأهل الناقدين، هو يتحول للأدابتد تشايلد، اللي هو يا أما بدي يعاند بصير يبليس حلي عني روحي جيبي اللي بدك إياه، يا أما بدي يتحول للأدابتد تشايلد اللي هو المسكين والبيضعف، فبيحس بعدم التقدير وبيحس بالزعل. فممكن يعيشوا 20 سنة زواج هم على هالحال، واحد بينقض واحد بيتحول لطفل. نعم. وبيضلوا مع بعض. شو هالعيشة هاي؟ بس شو هالعيشة هاي بالضبط؟ كيف بدنا نطلع
من دور الادلت والتشايلد، البيرنت والتشايلد، كيف بدنا نطلع من دور الاهل ومن دور الطفل واحنا عم نتفاعل مع بعض؟ اول شيء بدنا ندرك انه هاي اسمها جيم، جيم بيبل بلاي، حتى في كتاب على النت بتلاقوه games people play، انه هاي الاشياء احنا في شيء ممكن لو سمحتي لانه في سيده معنا انا حابه اسمع وجهه راي ووجهه نظر ناديه. اهلا وسهلا بك ناديه من لندن. اهلا وسهلا، السلام عليكم. حضرتك وعليكم السلام، شكرا انك اتصلتي، يعني اغلبيه المتصلين من الاخوه الرجال، يعني حبينا نسمع وجهه نظرك. تفضلي تفضلي. شكرا شكرا اختي، حبيت ان نشارك على الاخ اللي كان يقول الاوروبيين اولادهم مربيين وما نعرف ايش اختي، احنا التربيه الجزائريه او العربيه بالعكس، احنا ربينا ابنائنا هما اللي يطيعونا ما شاء الله. انا في هذا الوقت نشوف الابناء خاصه في اوروبا الاولياء عبيد لابنائهم. نعم فهمتيني اختي؟ نعم. والتربية الأوروبية بالنسبة للعرب غلط. نعم. لا تناسبنا. نعم. ولكن موضوعنا اليوم سيدتي يعني تأثير الخلافات الزوجية على الأبناء وتربيتهم وسلوكياتهم، يعني رأيك بالموضوع ولأي مدى بالفعل يؤثر على الأطفال؟ لا الحقيقة يعني الوالدين لما يكونوا مش متساويين ولا مش متفاهمين أثر كبير عليهم. نعم. نعم. الوالدين مكمل أبنائهم. وحقيقة يعني الأبناء مهما كان كيكون الأولياء طيبين ومتوفقين بعضهم بعض حتى ويزيحوا قليلا حيرجعوا. نعم هذا نعم. رأيي. شكرا جزيلا على مشاركتك. معنا اتصال من الجزائر أخ محمد. انقطع الاتصال، عودة لك سيدتي. اوكي خلينا نشوف بس صورة المثلث تريانجل، الصورة الأخيرة لو سمحتوا ممكن نشوفها، اللي هي بتوضح لنا اللي هو البرسكيوتر اللي هو الظالم أو اللي بيضطهد، والفيكتيم الضحية، والريسكير المنقذ أو اللي يعني بيحاول إنه يساعد الآخر. بنلاقي برضو من الجيمز اللي بنلعبها بالعيلة إنه إحنا بنتنقل بين هاي الأدوار الثلاثة، فممكن الأم تلعب دور الضحية وبينما الزوج يجي يحاول انه يساعدها، فبعدين بتحول الموقف انه هو بصير ضحيه وبتصير هي المضطهد او الظالم اللي بدها تساعده. هلا كل هاي الاشياء اللي قاعده انا بشرح عنها، يعني مثلا حتى في الطفل والراشد والاهل، كيف ممكن هاي الاشياء تتجلى في حياتنا؟ كيف ممكن نشوفها؟ مثلا الزوج هو راجع متاخر من شغله، بيكون جوعان، محتاج يرتاح ومحتاج يتحمم مثلا بعد نهار طويل، والأم بتكون طول النهار في البيت عم بترضع وبتغير وبتطبخ وبتعمل، فهو وهو جاي من الشغل بيكون في أي حالة تعبان، حالة الاحتياجات بيكون هو في حالة طفل ولا راشد ولا أهل، الطفل بيكون في حالة طفل. المرأة بتكون طول النهار بالبيت وهي أم لأولادها وبتدير بالها عليهم، فهي طول النهار كانت أهل، لما زوجها يرجع وبدها تحكي معه بتكون هي في أي حالة؟ حالة الطفل، بتكون حالة الراشد، لأنها هي هلأ خلق طول اليوم هي أهل، فبدها تحكي مع زوجها. إحنا أيوة. الحكي واللغة إنه هي في حالة الراشد. فعشان هيك أول ما يجي الزوج من الشغل كتير بيصير في عائلات بيصير في تنافر وبيصير في شجار فورا أول ما يدخل، تكون تستناه يجي بعدين بتشاجروا، لأنه هو في حالة طفل عنده احتياجات وهي بدها تحكي معه كراشد، هي عنده احتياجات كمان، فهون بنتصادم مع بعض. لكن هي لو أعطت نص ساعة للزوج ياخذ احتياجاته وظلت في حاله اهل، لانه لما نكون احنا في حاله طفل بنحتاج الشخص اللي مقابلنا يكون في حاله اهل، يعني لازم تكون ستاند باي مستعد على طول، انه يعطي شويه رعايه واهتمام، فهو حيطلع من حاله الطفل بس ياخذ احتياجاته حيطلع للراشد. هلا هون هي بتقدر هي تصير في حاله الطفل وتاخذ شويه احتياجات منه، او تضل في حاله الراشد وتناقشه وتحكي معه في اللي هي بدها اياه. اذا كانوا مثلا طالعين مشوار بالسياره ونسيوا شغله، انت نسيت هيك الحق عليك، لا الحق عليك، ليش ما ذكرتني، يا كل شيء علي، لا يعني انا بدي اوصلكم ولا اخذكم ولا بدي اقعد كمان اذكر فيكي، طب شو فيها اذا نسيت، طب شو في. فهون الاثنين بيصيروا الطفل الريبليوس، الطفل الصغير، يعني تخيل الولاد الصغار لما يقعدوا يتناقروا كيف، فاحنا بنحكي مع بعض على مستوى الطفل.
الواحد فيهم بده يدرك انه اوكي احنا دخلنا في حاله الطفل، خليني انسحب واشوف الموضوع من بعيد. اوكي شو هي بتحتاج في هاي اللحظه؟ لازم المراه دائما هي لازم اللي تضحي وهي اللي تاخذ الموقف هذا. هلا اللي انا حاب افيد الناس فيه اليوم انه احنا كلياتنا بندخل في هاي الحالات سواء شئنا او ابينا، صح، وكلياتنا بنتنقل بين ضحيه وبين متهم وبين مش متهم ربي ظالم وبين مساعد او المنقذ. فاللي بيصير انه احنا ممكن نستخدم مشاعرنا للتعبير عن انفسنا. يعني بدل ما انا اجي اقول انا بدي هيك مش عارف شو اعمل في هيك، وهو يصير حاول يعطينا نصائح بعدين انا ازعل منه، انا ممكن احاول اشوف انا اصلا شو اللي محتاجيته، شو اللي بدي اياه، واكون واضحه واجي اقول انا حاسه اني مش قادره الاقي حل وبس بدي حدا يعطيني شوية تشجيع أو دعم. يعني هيك نحاول بس أنه إحنا إن إن نعبر عن أنفسنا بدل ما نضل إن نتنقل بين هاي الحالات ونزيد على حالنا. هذا له علاقة بأسلوب الكلام يعني. أكيد يعني أكيد طبعاً. في أساليب معينة وتدريبات بتساعد الأشخاص يعني إذا كان رجل أو امرأة على التعامل بطريقة يتفهمها الآخر. أكيد طبعا. يعني إحنا هلأ لما أنا بشوف مثلا خلينا نقول واحدة يعني زوجها بيعصب أو كذا، إذا انتبهت إنه هو بس جاي من حالة الطفل فهي هون راح تهدي شوي وتقول أوكي خليه بس يخلص هذا اللي عنده والفورة اللي عنده وبحكي معه. لو هو شاف زوجته في حالة الطفل هو يروح لحالة الأهل النيرتشرز النيرتشرين اللي هم بيرعوا أو بيحتووا أو بيهتموا. عرفتي كيف؟ فإحنا بدنا نبطل نحكي الأشياء اللي على السطح حالي. كأنه ند بدنا بالند. نحاول ندخل للي جوا اللي على السايكولوجيكال ليفل ونشوف إحنا شو منحتاج بالضبط. هي كل المشاكل بتكون يا إما إحنا محتاجين تقدير واهتمام من الآخر، يا إما إحنا في عنا احتياجات مش ماخدينها، احتياجات للحب، احتياجات للدعم، احتياجات للتشجيع، أو احتياجات للاعتبار. يعني الزوج يمكن ما بيحس إنها زوجته بتعتبره أو يعني بتحترمه. فهي كلها صدقيني يا وجدان راجعة للحب وللاحترام. وإذا بتسمحي لي بس بدي أقول شغلة، إنه الأهل دائما بيقولوا إنه أنا ما بقدر أطول بالي، ما بقدر أطول بالي، أنا هيك أنا عصبي، بس هذا الحكي مش صحيح. هم بيقدروا يقرروا إني أنا ما بدي أعصب، بدي أطول بالي. والدليل إنه اللي بيعصب عمرته دائما لأنها بتتأخر لتطلع ولا تجهز، لو صدفت واحتاج إنه يوصل صاحبتها أو مرت صاحبه وبعد بيستناها بالسيارة ثلث ساعة، أو أول ما تطلع مرت صاحبه على السيارة بتقول له أنا آسف كثير تأخرت عليك، ما بيحكي لا شيء. مش مشكلة تفضلي. طب هيك بتقدر تضبط نفسك مع زوجتك صح ولا لا؟ نفس الشيء المرأة بتلاقيها مثلا بتتضايق بتنزعج من زوجها إنه بيجي برمي أغراضه أو بيستخدم لها المطبخ بوسخ وكذا، لكن في الشغل زميلها بالعمل ممكن يكون يعمل أكثر من هيك بس بتضبط نفسها. منلاقي حالنا منطول بالنا على الزبون في المحل، منطول بالنا على اللي بيسوق قدامنا، منطول بالنا على أولاد أصحابنا بيجوا عنا على البيت بيكبوا المي، لا 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 ولو بنمسح هاي مي، لكن لو ابننا منعجب عليه. صحيح. فبالنهاية إحنا بنقدر نضبط نفسنا لو إحنا أردنا. لكن اللي بيمنعنا انه احنا كل واحد عنده احتياجاته، في زي منافسه، ليش اتنزل له، ليش اعمل له، شو ليش ما هو يبدا اول، الحق مش علي، الحق عليه. بتضيع كل النقاش لما احنا نحاول نواجه مشكله مننا نثبت الحق علي ولا عليك، الحق علي ولا عليك، انت الاول ولا مش انا الاول. دائما استخدموا هاي الجمله لما تكون في بينكم شجار وبدكم تحلوه. بس واحد يقول الحق مش علي، الثاني يقول له مش مهم الحق عمين، احنا هون مش جايين نثبت حقوق ولا شيء، احنا هون جايين نلاقي حل، خلينا نركز بالحل. ممكن لو سمحتي اخذ اتصال اخ محمد من الجزائر، ينتظرنا منذ مده، اتمنى ان يكون ما زال معنا. اهلا وسهلا بك، السلام عليكم. سلام. اهلا وسهلا، تفضل. لاباس. لاباس الحمد لله، تفضل اخي. هو فوتوا لنا الدكتوره قبل ما نسالوها. معاك الدكتوره موجوده استاذه سناء، تفضل. ايوه بخير. تفضل اخي. تفضل، هي تسمعك. صح. تفضل اخي. سلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. ودي عندي واحد سؤال ينسج حجلا في هنا. نعم. ما في. نسمعك اه. الو. نعم. هو مش سامعك. هو كنت يريد هذه الكبر. ممكن لو سمحت نقص صوت التلفاز؟ عشان تسمعنا من السماعة بوضوح. أنا نقصه. تفضل أخي، الزوجة متاعك مالها؟ الزوجة متاعي ودي حاكمة. نعم. قاسية بزاف. قاسية. وذاك الحكم على جهل. يعني تحكم بالبيت، يعني هي المتسلطة في البيت؟
ايوا هي المتصرفه وهي كيحيا غرامها لاباس ولا زعما ولكن متصرفه بجيل. طيب طيب ما فكرت بالاسباب؟ ما يمكن تكون انت يعني ما بتعطيها الرعايه ولا الحب الكافي، ما بتحتضنها مثلا؟ يا ودي اعطيها الحب واعطيها كل شيء ولكن هي الامتحان خلتهم تشعر. لا ما هو انت كمان، ما هي المراه بتحب انه تشعر انه هي انسانه وزوجها بيحبها وبرعاها، يعني بتحب الزوجه هيك الرعايه، لذلك لما تكون عنيفه تدللها، يعني لازم الدلال مهم، يعني حتى لو بورده، عرفت؟ حتى لو بمشوار هيك على قهوة. ما كانش عنيف معها أنا ولا عنيف. أنت مش عنيف معها؟ والله ما عنيف. لأن المرأة بطبعها حساس. خلينا نشوف أستاذة سناء شو بتحكي عن هذا الموضوع. أشكرك أخ محمد، تفضل يا عزيز. والله شوفي، المرأة المتسلطة يعني هاي قصة طويلة كتير، الله أعلم شو كان طفولتها، الله أعلم كيف كبرت، الله أعلم شو شافت من مع أهلها، شو كذا، شو اللي خلاها طفولتها كانت قاسية يعني مثلا؟ ممكن طفولتها قاسية، ممكن شافت أمها أبوها متسلط كتير، فهي ما بدها تنحط بنفس الموقف فبتصير هي متسلطة. ممكن في بداية الزواج كان ما كتير هو ماخذ باله من مسؤولياته، فصار عندها كتير ماسكلين إنرجي، فصار طاقة الذكورة عندها أكتر، فهي أخذت الليد، أخذت القيادة. وممكن يكون عندها مشكلة في الاتاتشمنت، اتاتشمنت ستايل، فممكن تكون أفويدنت، يعني هي متجنبة للحميمية، متجنبة للحب، فما بتقدر تتحمل إنها يعني الحميمية غير عن الحاجة الفيزيولوجية للجنس، لكن هي يمكن ما بتتحمل الحب، يعني ما يعني بترفض الحب لا شعوريا. نعم، ولكن اسمحي لي، لماذا يعني الرجل يعني ايضا دائما يضع الملامه والمشكله على المراه؟ يفكر يعني هو كيف تعامل معها من بدايه هو الزواج. هو انا رسالتي اليوم للازواج يعني بدل ما احنا نضل نقول الحق على مين، ولا الملامه على الاب، ولا الملامه على الام، ولا شو بدنا ناثر على اطفالنا، هي الشغله كلها بدها الواحد بس يقترب من حاله شوي، يعرف هو شو احتياجاته النفسيه، شو بيحتاج من الاخر، واوصل انا شو بدي منك واسمع لك. صحيح. عرفت كيف؟ هي بس حب واحترام. المرأة إذا هانت بتتحول لقطة مخالبها طالعة. أكيد. والرجل إذا هان وما حس إنه هو معتبر نفس الإشي، عرفت كيف؟ كمان يعني أحيانا الرجال يعني تخيلي لو إحنا بنعمل صينية كنافة وبتكون كتير طيبة وبقدمها لزوجي، بيجي زوجي بيحط عليها ملح وبيحط عليها فلفل وبيجي ياكلها وبصير يقول لي هاي كنافه مش طيبه، هاي كنافه بتحرق، هاي كنافه مالحه، ما انت اللي خربتها، انت اللي حطيت عليها ملح. فاحيانا بيكون الزوجه عم بتحاول تعمل بس هو مش شايف غير انه بده ينتقد، بده ينتقد، فبيحولها لشيء ثاني. وبنفس الوقت لذلك احيانا المرأة يعني عرفت كيف؟ هلا انا يعني كنت بصراحه محضره حلول بس لانه تاخرنا لبدينا توترت عشان الوقت وحسيت الحكي طار يعني، عرفت كيف؟ تاخرنا يعني لاسباب فنيه. فان شاء الله بنوعد المشاهدين انه حلقه ثانيه نحط لهم حلول لهذا الموضوع تحديدا، لهذا الموضوع. ويبدو انه كما سمعنا في مشاكل حقيقيه بين الاسر. اكيد اكيد في مشاكل حقيقيه، بس زي ما بنقدر نطول بالنا على الجيران وعلى زوجه صاحبي وعلى زميلي بالشغل وعلى اولاد صاحبي، والله بقدر اطول بالي على عائلتي. وصدقوني الموضوع بس انه احنا يكون في حب وفي احترام. طالما بنضيع وقتنا وطاقتنا وجهدنا في الطوش والمشاكل، ليه ما نحاول نحب بعض؟ يعني شكرا جزيلا. ما إن شاء الله. طبعا الحب اصبح عمله نادره هذه الايام، ولكن لا ان شاء الله مش نادره. سنحاول يعني. استاذه سناء عيسى، مؤسسه التربيه بالحب للتدريب والاستشارات، اشكرك شكرا جزيلا. الله يسعدك يا رب. نوعد مشاهدينا طبعا انه تكوني معنا في القريب العاجل لاستكمال هذا الموضوع الهام جدا. مشاهدينا اشكر حسن المتابعه، السلام عليكم.